بدأت مكة تستيقظ والماء لم يظهر بعد. لا تخف يا حارث، لا تخف. لست خائفا يا أبي، كل ما أخشاه أن تمنعنا قريش من الحفر. سأستمر في الحفر حتى ولو وقفت قريش بأسرها ضدي. وأنا معك يا أبي، لن يمسك سوء وفي عرق ينبض. إنه عبد المطلب. الأمر يحفر في المكان المقدس بين إساف ونائل. عما يبحث؟ عبد المطلب، تحفر في المكان المقدس يا عبد المطلب؟ تحفر في ساحة الكعبة يا عبد المطلب؟ إني أحفر زمزم يا ربيعة. زمزم؟ زمزم طمرت منذ مئات السنين وجف ماؤها ولا أحد يعرف مكانها يا رجل. أنا أعرف، إنها بين إساف ونائلة. هذا كلام رجل عاقل يا قوم؟ لا أدري والله كيف وليتموه سقاية الحجيج، إنه يدنس ساحة الكعبة. الويل لنا من غضب الآلهة. توقف يا عبد المطلب. لن أتوقف. توقف وإلا منعناك بالقوة. لا، لن أتوقف حتى أجد زمزم. عبد المطلب فقد عقله يا قوم. لم أفقد عقلي يا ربيعة، الماء هنا وسأجد زمزم. لن تجد شيئا يا عبد المطلب، توقف ولا تغضب الآلهة. عد إلى دارك. عد إلى دارك واترك سقاية الحجيج لغيرك. توقف ولا تسئ إلى الآلهة. لا لا، لن أتوقف، لن أتوقف. يا قوم، يا قوم، إنها زمزم تسقي الحجيج الأعظم. إن عبد المطلب والله يا قوم. أوقفوه، امنعوه، أخرجوه من الحفرة. ما الأمر؟ ما بكم يا ربيعة؟ انظر ماذا يفعل عبد المطلب يا شيخ نوفل، إنه يحفر ساحة الحرم بحثا عن زمزم، لقد فقد عقله. أمرني الهاتف بالحفر هنا يا عم، قال لي احفر زمزم، لا تنزف أبدا ولا تدم، تسقي الحجيج الأعظم، إنها بين الفرث والدم، عند رقرة الغراب الأعصب، عند قرية النم. وقد وجدت كل شيء في مكانه كما ذكر الهاتف يا عم. يا قوم، إن رؤيا يا صادقة، إن رؤيا يا صادقة، والماء هنا تحت قدمي. يا قوم، اتركوا عبد المطلب يحفر زمزم، إنه صادق. تقول صادق يا شيخ نوفل؟ بدل أن تطلب منه أن يعود إلى داره ويترك سقاية الحجيج لمن هو أقدر منه؟ قلة الأولاد أفقدته عقله. يا قوم، إن رؤيا يا صادقة. رؤياك؟ أية رؤيا يا عبد المطلب؟ إن لم ترزقك الآلهة بالأبناء فكيف ترزقك بالماء؟ يا إله، يا رب، يا إلهي، ها هم أبناء قومي يسخرون مني ويعيرونني بقلة أولادي. يا رب، لك علي نذر، إن رزقتني بعشرة من الأولاد أن أذبح أحدهم قربانا لك. يا رب، لك علي نذر، إن رزقتني بعشرة من الأولاد أن أذبح أحدهم قربانا لك. يا رب، جن عبد المطلب يا قوم، جن عبد المطلب يا قوم، لقد جن الرجل. أوقفوه، توقف يا عبد المطلب يا قوم، جن عبد المطلب يا قوم. غزالتين من الذهب، إنه بئر زمزم. ابحث عن الأسياف يا عبد المطلب. أجل، ابحث يا عبد المطلب. انظروا يا قوم، انظروا، إنه كنز الكعبة الذي طمرته جروهم قبل رحيلها. هذا الكنز ملك لقريش،
وستقاسمنا ما وجدت من الذهب يا عبد المطلب. الذهب؟ الذهب؟ الذهب مال الكعبة يا ربيعة. صدق عبد المطلب، صدق عبد المطلب، الذهب ليس لأحد، الذهب ليس لأحد يا ربيعة، إنه مال الكعبة، مال الكعبة، وسيعود إليها، سيعود إليها يا ربيعة، سيعود إليها. زمزم، الحمد لله. يا قوم، يا قوم، وجدت زمزم، وجدت زمزم، إنها زمزم، زمزم يا قوم تسقي العزيز الأعظم. زمزم يا قريش، يا قريش، لقد خصصت بزمزم دونكم جميعا، لقد خصصت بزمزم دونكم جميعا. زمزم لا تنزف أبدا ولا تدم، تسقي العزيز الأعظم. زمزم لنا جميعا يا عبد المطلب، إنها بئر أبينا إسماعيل. بل خصصت بها من دونكم جميعا يا ربيع. بل خصصت بها قريش يا عبد المطلب. اجعلوا بيني وبينكم حكما وأنا أقبل به. لنحتكم إلى كاهنة بني سعد. كاهنة بني سعد؟ ولكنها تسكن بعيدا في الشمال يا ربيعة، قرب حدود الشام، والوصول إليها محفوف بالمخاطر. لما اخترتها يا ربيعة؟ لما؟ لقد قبلت بكاهنة بني سعد، فالإله الذي خصني بماء زمزم سيحفظني، سيحفظني من مخاطر الطريق. يا قوم، يا قوم، لتنتخب كل قبيلة رجلا من رجالها للذهاب إلى كاهنة بني سعد. نفعل، 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 نفعل.